نتكلم في الحته التنظيميه، ودي كانت حته مهمه جدا يعني، لكن انا خلينا نتكلم في الحته الفنيه شويه. يعني ده شيء متوقع، خد بالك يا اسلام، احنا متوقعين ان منتخب مصر لو ما خرجش من الادوار التمهيديه يخرج من 16، لو ما خرجش من 16 يخرج من 8. ده مش وليد اللحظه، مش وليد النهارده، يعني الخروج ده يا كابتن مش وليد النهارده. مش النهارده قدنا ماتش وحش فبالتالي او كنا بدلك النهارده في المباراه فاحنا خرجنا من البطوله. ده نتاج اختيار الخطا، اختيار كمدير فني خطا من البدايه، من البدايه اختيار المدير الفني نفسه خطا، اختيار المدير الفني، اختيارات المدير الفني نفسها خطا. تمام، مدير فني عندك كم من اللعيبه اللي بتأدي بشكل كويس طول الموسم وبتيجي في التوقيت الاخير، تمام، بتختار لعيبه ما جربتهاش وما شفتهاش برغم من الاسماء الكبيره بتاعت اللعيبه. يعني على سبيل المثال البطوله خلصت خلاص، عبد الله السعيد ووليد سليمان اثنين بعاد عن المنتخب بقالهم سنه كامله، والسبب وقد قيل على لسان المديرين الفنيين ان السبب هو كبر السن وان منتخب مصر بيعمل جيل جديد عشان يبقى 20 بالظبط كده يا كابتن، وبتيجي تختارهم. ده نتاج ان انت ما عندكش مدير فني عنده شخصيه، بيعرف يفكر، بيعرف يحلل، ما عندوش تارجت هدف بيشتغل عليه. انا لو عندي هدف بشتغل عليه عارف ان دي مرحله. لو عنده هدف يا بلال يغير مروان محسن وينزل احمد علي، ده الجزئيه الثانيه. انا بكلمك بس لو عنده هدف، بكلمك في الاختيار يا اسلام، انا بكلمك في الاختيار كده. انا لو انا عندي هدف وحاطط هدف قدامي من بدايه الاختيارات، انا بلعب ان انا عندي بطوله امم، مش عندي 2020. الاول عندي البطوله اللي هنا بتقام في مصر، او الاول لازم اخدها، لازم ادي بشكل كويس، لازم اختياراتي تبقى في اطار ال 30 لعيب ما بيتغيروش. النهارده اتغير عليك كام لعيب؟ مين كم من اللعيبه الاساسيه اللي لعبت مع منتخب مصر في الادوار التمهيديه وتم اختيارها مشيت وجي لعيبه ثانيه لاول مره بتلبس تيشيرت منتخب مصر؟ تمام، فدي اختيارات واضح جدا ان المدير الفني يا هو ما عندوش القدره والامكانيات والهدف، يا حد بيختار له او حد بيقول له خد فلان او حد بيقول له اختار فلان. ودي وضحت بشكل كبير جدا. ال 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 الهجوم اللي كان جه فتره كبيره جدا على مستر اجيري عشان يختار لعيبه بعينها بدون ذكر اسماء اللعيبه، قد تم بالفعل وتم اختيار بعض اللعيبه في بعض الاماكن لمنتخب مصر دون اللعب المباريات الوديه. وخليني اقول لك ان في بعض اللاعبين تم اختيارهم يعني، ولا خليني ساكت دلوقتي كله في وقته. طيب اتفضل. معلش عشان ده اصل انا يعني انت عارف الواحد من جوه احنا زعلانين يعني. انا الواحد كان عايز يقعد على جنب كده. انا حاسس لسه بقول للكابتن شريف وبقول للكابتن فتحي بقول لهم يا جماعه انا لسه انا حاسس ان حد جه اداني قلم ومشي. لا احنا اللي ادينا نفسنا قلم يا اسلام. من بدايه الراجل ما عندوش خطه واضحه بيلعب بيها. قبل البطوله بتلعب 4-3-3، 3-4-3، 4-4-2، 4-2-3-1، ما عندكش استراتيجي واضحه بتشتغل عليها. انا النهارده كلعيبه في الملعب ايه المباراه الوديه اللي خاضها منتخب مصر ما قبل البطوله تسمى مباراه تحضيريه قويه للمنتخب المصري؟ عد لي هات لي مباراه واحده خاضها المنتخب المصري. تنزانيا وغيني. لا انا بقول مباراه قويه تمام، تقال عليها مباراه تحضيريه قويه بالنسبه للمنتخب عشان تحكم وتقول انا فين من ضمن الفرق اللي بتنافس على البطوله. ولا مباراه وديه قويه خاضها المنتخب المصري اطلاقا، مفيش موجود. اختياراته سيئه جدا، حتى كمان التغييرات والتشكيل اللي بيحطه سيء جدا جدا على طوال الثلاث مرات. مفيش تغيير عمله مستر اجيري في الثلاث مرات اللي فاتوا، وكمان في المباراه دي كمان ادت نتاج ايجابي للمنتخب، حولت من شكل، غيرت من اداء المنتخب، سجلت هدف او صنعت هدف. كل التغييرات اللي عملها مستر اجيري من بدايه البطوله هي تغييرات فقط لمجرد التغييرات فقط لا غير. مفيش تغيير ايجابي، مفيش تغيير احدث فرق مع المنتخب المصري. كل التغييرات بما فيهم تغييرات النهارده، يعني النهارده مثلا احنا كنا زمان كنا بنطالب في بعض الاوقات ان احمد علي يتغير. النهارده مروان محسن كان لعيب جيد جدا في الشوط الاول، كان محطه جيده بالنسبه للمنتخب المصري، ومع ذلك تم تغييره، وتم تغييره باحمد علي اللي ما شاركش ولا 10 دقائق ولا دقيقه في اي مباراه في كل المباريات اللي فاتت. فانت بتتكلم النهارده على راجل هو اصلا مش موجود على دكه البدلاء، هو ما بيفكرش للمنتخب، هو بيفكر في حته ثانيه خالص، بيفكر باسلوب مختلف تماما. هو بيتفرج على مباراه وكانه بيتفرج على مباراه ثانيه خالص مش مع منتخب مصر. التغييرات والتشكيل والتعديلات حتى كمان النهارده، بص وانت بتشتغل انت عايز تسجل اهداف، انت وعارف انك انت بتلعب مباراه قد تطول انك تروح لل 120 دقيقه، بتغير الثلاث تغييرات من الدقيقه 60 وبتخلص كل التغييرات بتاعتك. وارد جدا ان تريزيجيه بعد كل المجهود ده غير اثنين في لغايه الدقيقه 64. انا قلت لحضرتك، قلت لك كابتن شريف خلص تغييراته في الشوط الثاني كلها. تغييراته في ابتدت بالدقيقه بالظبط، يعني ما بين الشوطين غير احمد علي، صح، بعد كده غير النني ونزل عمرو ورده،
وبعد كده غير عبد الله السعيد ونزل وليد سليمان في اخر 3 دقائق فعندك كان ممكن توصل يا اسلام تلعب 120 دقيقه وانت عارف ان الاعمده الرئيسيه بالنسبه لك الاثنين اللي بتعتمد عليهم هم تريزيجيه ومحمد صلاح، لا ربما كان تريزيجيه حصل له اي حاجه وانت طلعت بالتعادل، ايه اللي كان هيحصل؟ ولا حاجه، كان هيطلع بره وتلعب ناقص لعيب وكان برضه هيستمر السيناريو زي ما هو، واضح ان هو ما عندوش افكار بيطبقها جوه الملعب، لان هو مش محضر، مدرب مش محضر في اختياراته، مش محضر في تغييراته، مش محضر كمان. يعني احنا اتكلمنا الكلام ده مع بعض يا اسلام كتير جدا وقلنا ان الراجل كمان حتى الاستراتيجي اللي بيلعب بيها ما عندوش البدايل اللي موجوده بره اللي تقدر تنفذ نفس وتشتغل بنفس الاستراتيجي اللي هو بيشتغل عليها. بلعب 4 2 3 1 2 على طرف الملعب، ما لهمش بدايل. منتخب مصر لا يوجد بديل مماثل للعيبه اللي بتلعب داخل الملعب. عندك حق.